الصمد رحمة الله عليه كان ظاهرة متميزة من جمال صوته ومن عذوبته وطراوته كان يجذب القلوب إليه. ارتفع معدل مبيعات الراديوهات جهاز الراديو بدخول الشيخ عبد الباسط الإذاعة. حنجرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قلما يجود الزمان مثلها. أحب القرآن وكنت أتمنى على الله أن أكون قارئا مشهورا. أنا طبعا يعني كنت محب للقرآن جدا وحفظت القرآن وأنا في سن 10 سنين تقريبا في قريتي اللي هي الآن مدينة أرمنت. أقرأ يا عبد الباسط أول والشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. كان الناس ما يعرفوش أرمنت. إيه أرمنت دي؟ أرمنت دي فين؟ نقول أرمنت دي بلد الحاج عبد الباسط. فكان طبعا الواحد يعني ينبسط مي مع أنه طبعا علاقتي ده دين ودين آخر لكن حاجة تفرحني. تعلمت علم القرآن والقراءات في قرية طفون المطعنة التابعة لمركز إثنى وهي بجوارنا تقريبا. كان في الفترة دي يعني بيحكي لي الوالد انه ما فيش راديو في البلد. كنت أستمع إلى مفهوم الشيخ رفعت في مقهى في أرمنت تبعد علينا حوالي 3 كيلو متر لأنه كانت الراديوهات قليلة وكانت المقهى الوحيد اللي فيها راديو. فكان يذهب كل يوم يسمع الشيخ محمد رفعت على الهواء مباشرة. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بعد ما فرغ الشيخ عبد الباسط وأخذ الشهادة شهادة القراءات 7 أو 10 أصبح الشيخ عبد الباسط في صعيد مصر كلها على مستوى محافظة جنة في البداية تعرف من هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كان بداية شهرته في السيدة زينب. لما كان ذهب للقاهرة كان دائما يذهب كل سنة في مولد السيدة زينب ومولد سيدنا الحسين. الصلاة والسلام يا نبي الرحمة يا رسول الله. ماشي يا ابو صلي على سيدنا.
والسلام عليك. في ليلة من الليالي كانت الإذاعة عاملة زي ما تقول احتفال ديني، وكان مذاع من ستي وامي سيده زينب والدتي، لان انا دلوقتي القارئ بتاعها بقاله 20 سنه. اتى اليه امام المسجد وقال له: انا استمعت اليك يا شيخ عبد الباسط في احدى المناسبات الدينيه، وعايزك تقرا لنا ولو 10 دقائق على سبيل البركه في مولد السيده زينب. هو اللي احيا هذه الليله، وكان موفقا جدا جدا جدا، فالناس يعني اقول لك كانت بتصرخ وبيقرا. ايها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من ايات الله البينات. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى كيف نصبت وإلى الأرض كيف صبحت فأذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمبصر. بهر الناس بهذا الصوت العجيب جدا الذي يسمعون طريقته في التلاوة لأول مرة، وكان لون جديد، يعني أول مرة يستمعوا إلى شاب يقرأ القرآن الكريم بهذه الطريقة، فشدهم هذا الصوت، وكلهم كانوا يتساءلون من هذا الفتى الذي يقرأ القرآن الكريم في وسط العمالقة. ثم أفاض الله عليه ما أفاض، فيعني حمله الشيخ الضباع حملا على أن يدخل الإذاعة. فعلا أراد الله والتحقت في الإذاعة في سنة 50 51، وبدأت الشهرة تبدأ من 51. كان يمكن عندي تقريبا يمكن 19 سنة أو 20 سنة، حتى كنت مقيم في فندق من الفنادق بجوار السيدة زينب رضي الله عنها، لأن كانت السيدة زينب هي بداية يعني شهرتي. ثم انتقلت إلى شقة بجوار في مواجهة المسجد مباشرة برضه، وأول تسجيلات سجلتها في جدة في إذاعة المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد أحد الأقطاب الخمسة الذين يمثلون في مدرسة التلاوة أصابع الكف المباركة لتمثل في تلاوة القرآن الكريم مدرسة متميزة، الشيخ محمود علي البنا، ميزان القرآن الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ مصطفى اسماعيل سلطان القراء، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد صوت مكة، الشيخ الخامس والجليل لهذه المدرسة الكريمة الشيخ محمد صديق المنشاوي نهر القرآن في النداوة والطلاوة. ثبت وجوده في وسط هذه العمالقة وفي وسط هذه الكوكبة من قراء القرآن الكريم، لدرجة أن الإذاعة حددت له يوم يقرأ فيه من كل أسبوع، وهو يوم السبت الساعة 8 مساء. وكان أهل البلد عندنا في محافظة قنا وفي مدينة أرمنت في غاية السعادة، وهم يعني يتجمعون كل يوم سبت بجوار الراديو ويستمعوا إلى القرآن الكريم بصوت ابن بلدهم وقريبهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وأنا كنت أسمع له برضه، كان يوم السبت من صوته الذهبي، كنت أسمع له فعلا يوم السبت في القرآن من 8 لـ 8:30، كان الإذاعة دايما تجيب القرآن بتاعه الحاج عبد الباسط. كانت أمه والدته عليها رحمة الله كانت تجيب البخور يوم السبت وتبخر الراديو عشان ايه محدش يحسدوني.